هسه محرومه من ولادك وتزوجتي زواجه تعيسه ها وتاديتي وهسه قاعده تبكين على اطلال تقولين متزوجه لواحد اكبر مني ب 42 سنه نادين ودا اموت يوميا مو انت تعرفينه اكبر منك ب 42 سنه مو انت وافقتي وهو عمره اكبر منك ب 42 سنه مو انت صار لك عايشه وياه فتره وهو اكبر منك ب 42 سنه منو الاحسن تبقى قاعده ببيتها معززه مكرمه وطز بجواسي متزوج وما تزوج وتربي ولاد وليتها بحضنها وببيتها ورجل على رجل ومعفايه ومدفايه لو هذا البهدله هسه اللي هي بيها وروحها تطلع ما تنزل ايش لانه ما شغلت عقلها مشت ورا قلبها واحساسها ليش انا هين علي كرامتك هين علي عزه نفسك مو هين علي بس انت مو مجتمع متطور انت ما عندك قانون يلزمك ويحكمك انت ما عندك قانون يحميك انت عندك عادات واعراف وتقاليد باليه بائسه حاقده ذكوريه بحته هي اللي تحكمك يا امي لذلك احنا بنشوف هيك وضعنا المحيط بينا لازم نشغل عقلنا ونعوف شغله انه اغار وما اغار واخاف وما اخاف ايش وقت تعيشين صح ايش وقت تحطين رجل على رجل وتظلين تأمرين وتنهين ولاداتك قدامك خلي يتزوج ايش تردين من عنده خلي يتزوج ايش تردين من عنده ترى وافقتش ولا ما ترى غصبا ما عليك يتزوج هاي خليها ببالك.